قول لي ايه اللي حصل مع حضرتك النهارده وطلبه الاخوان موجودين في ميدان التحرير؟ انا كنا واقفين في الميدان كالمعتاد. انا باجي اولا معاك السويس الشيخ وفيه بنت وفيه من ولاد السويس، تمام. باجي خميس وجمعه وسبت تاييدا للسيسي وبنايدهم معه. فاحنا النهارده كالمعتاد واقف، انا النهارده عادي لقيت فيه بيقولوا ان في مظاهره جايه من الجامعه او حاجه زي كده، لقينا تكتل بشري جاي ونزل الميدان واحتل الميدان. فرفعوا علامه رابعه وقعدوا يهتفوا ويشتموا في الجيش ويشتموا في الداخليه. قمت انا قلت يا جماعه يعني ايه، ما فيش حد، يعني احنا المؤيدين للثوره واحنا المؤيدين للجيش وللسيسي، ما فيش حد ينزل يعبر باي حاجه. قمت انا رافع معايا انا صور السيسي، قمت رافعها ونزلت في الميدان، لقيتهم هم جابوا اتهجموا عليا وقعدوا يضربوا فيا واخدوا مني صوره السيسي. ده اللي حصل معايا. طب انت اللي زعلك اكتر ان هم ضربوك ولا ان هم خدوا صوره السيسي؟ ان هم اخدوا صوره السيسي، لان عيب لما ارفع رمز مصر ورمز القوات المسلحه ويتهان. ده عمري كله يفيدك يا سيسي، وفيد القوات المسلحه وفيد الداخليه. هرجاله مش عايزين، ادي اللي بيقول الشريعه، ادي اللي بيقول الاسلام، ادي اللي بيقول الشريعه، ادي اللي بيقول الاسلام. ده الاسلام يتعدوا على راجل سنه 57 سنه؟ ده من الاسلام؟ لا لا، دي حريه الراي، دي حريه التعبير. فين الاسلام؟ فين الشريعه؟ فين الاسلام وفين الشريعه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، لان هم على باطل وان هم خونه ربنا قصف عمرهم قبل ما تحول عليهم السنه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، واحنا في داك يا سيسي وفي دا الداخليه وفي دا الوطن. انت عامل ايه في الجيش؟ انا في يا ذا الجلال والاكرام يا كريم، اللهم اكشف عني وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والفريق صدقي صبح السيد ورجال القوات المسلحه المصريه ورجال وزاره الداخليه المصريه كل حيره، ونور لنا بصيرتنا وبصرنا وارزقنا البطانه الصالحه واجعلنا محفوظين من كل سوء، امين يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. شكرا جزيلا. شكرا.